السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. لو لسه أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك واللايك، عشان بجد دعمكم بيفرق معايا. النهاردة هنعمل مع بعض كريم معجزة للبشرة، نضارة حيوية، لمعان للبشرة، بشرتك هتبقى زي الزجاج، شد بشرة هتلاقي، محاربة تجاعيد هتلاقي. الكريم ده فعلا فعلا معجزة، وسهل جدا وبسيط، وبتلات مكونات بس. تلات مكونات ممكن يكونوا بساط بس مفعولهم قوي جدا جدا للبشرة. أول حاجة هنستخدم معلقة كبيرة من جل الصبار. طبعا أنا حاولت أنزل، بس طبعا عشان الكمية بتاع جل الصبار بدأت تقل عني عشان بستخدمه كتير، فلقيت الموضوع مش هيقضي معايا، فرحت فك العلبة وبدأت أن أنا أنزل من العلبة مباشرة. هتاخدي حوالي معلقة كبيرة من جل الصبار، اي نوع جل صبار انت بتفضليه، وانا قلت قبل كده اختاري نوع جل صبار يكون ممتاز ومفعوله كويس جدا للبشرة وما يضرهاش، لان في انواع صبار في السوق بتبقى مضروبة ولا قدر الله بتعمل التهابات للبشرة ومشاكل وحشة، فاختاري نوع جل صبار كويس. ولو عندك جل صبار في البيت مفيش اي مشكلة، تقدري تستخدميه، هيدي نفس المفعول، بس تحفظي الكريم ده في التلاجة. تاني حاجة نستخدمها حلوة جدا للبشرة بتاعتنا، هتدي نعومة، هتدي ترطيب وسهل امتصاصها للبشرة، والأهم من ده كله ريحتها تحفة، هو زيت جوز الهند. هنحط حوالي نص غطا من زيت جوز الهند. تالت مكون معانا في الكريم المعجزة ده وهو لبان الذكر، زيت لبان الذكر. عايزة اقول لكم زيت لبان الذكر مفيد جدا جدا للبشرة، في القضاء على التجاعيد، في شد البشرة، بيدي لمعان للبشرة حلو جدا. وطبعا ما تكتريش برضو من استخدامه، لازم أن تحطيه على حاجة تكوني مخففة، يعني ما تستخدموش مباشرة على البشرة، لانك لو استخدمتيه مباشرة على البشرة هيسبب لك جفاف شديد جدا للبشرة، فلازم أن تخلطيه مع مكونات تانية تكون فيها ترطيب للبشرة. طيب انا دلوقتي طبعا استعملت زيوت الكابتن، نوعيتها تحفة جدا في الزيوت وحلوة جدا واسعارها مش عالية، يعني زيت الزيت دي بحدود 15 جنيه. تقدري انت تعملي زيت لبان الذكر في البيت عادي جدا، هتجيبي نص كوباية من زيت الذرة او زيت عباد الشمس، تمام. وهتطحني لبان الذكر، هجيب 5 جنيه لبان الذكر من عند العطار، وتطحنيه كويس جدا لحد ما يبقى بودر معاكي، هتاخدي منه معلقتين كبار او 3 معالق كبار، وتروحي مدوباهم في قلب الزيت، وتخلطيهم كويس جدا وتدوبيهم مع بعض في قلب الزيت لحد ما يتجانسوا كويس جدا، وهتحطيه في مكان مفهوش إضاءة لمدة 15 يوم، وكده أصبح زيت لبان الذكر جاهز معاكي للاستخدام. وطبعا زي ما قلتلك هتستخدميه بكميات محدودة وبسيطة، ما كتريش منه، لأنه زيت قوي جدا جدا في المفعول، وكمان ريحته كمان بيبقى نفاذة قوي، في الافضل ان احنا بنضيف عليه مكونات تانية عشان تخف من ريحته. وانا في وصفة الكريم ده ضيف عليه زيت جوز هند، واخترت زيت جوز هند طبعا لانه هو زي ما قلت لكم ترطيبه عالي جدا للبشرة، ده غير ان هو سهل امتصاصه على البشرة، والاهم من ده كله ان هو ريحته حلوة قوي، فكسر معايا ريحة زيت لبان الذكر النفاذة او العالية شوية. طبعا انا هنا كنت ضافيه يعني جل الصبار بكميه زي ما قلت لكم معلقه، فحسيت ان القوام معايا مش زي ما انا عايزه، مش قوام الكريم، فبدات ان انا اخلط كويس جدا مع بعض لحد برده ما خليت كله يتمزج مع بعضه، وضفت شويه كمان من جل الصبار تاني علشان خاطر يدي مفعول الكريم، ويبتدي كل ما انت تقلبي مع بعض المكونات اللي هما زيت جوز الهند وزيت لبان الذكر والجل الصبار مع بعض، هيبتدي يقلب معاكي لون ابيض فاتح، لون الكريم بالظبط، لون الكريم. زي ما انتم شايفين انا بدأت ان انا اقلب كويس جدا جدا جدا، معلش خد مني شويه من الوقت لحد ما اوصل للقوام اللي انا حباه، لان انا هنا في القوام ده زي ما قلت لكم انا كنت حاطه جل الصبار قليل شويه، فاضطريت ان انا افضي تاني حوالي نص معلقه كمان كبيره من جل الصبار عشان اداني القوام اللي انا عايزاه. بصوا الكريم ده سهل جدا استخدامه. طب استخدامه هيكون ازاي؟ هتدهني منه مره بالليل، يعني كل يوم مره بالليل قبل ما تنامي. عايز اقول لك الحته الصغيره منه، يعني الحته الصغيره منه لو حطيتيها على بشرتك هتغطي بشرتك كلها، يعني هيقعد معاكي فتره طويله جدا، تمام. وزي ما قلت لك
الكميه اللي انت عاملاها دي تفضيها في علبه عندك تكون نظيفه معقمه، وتفضيها فيه وتسيبيه في قلب التلاجة، وكل يوم بالليل تدهني بيه بشرتك وتنامي، وشوفي بقى الاختلاف من اول اسبوع. شوفي الاختلاف، شايفين ده قوام الكريم اللي انا بقول لكم عليه. فضلت اقلب، كل ما قلبت وضربت المكونات كلها مع بعض ادتني القوام الكريمي الملمس الصح اللي انا عايزاه على بشرتي. حتى انا دلوقتي هبين لكم ان انا هاخد شويه من الكريم واحطهم على بشرتي، وهتشوفوا قد ايه البشره. اولا هو فرده خفيف جدا على البشره، مدي طبقه فيها لمعه، فعلا انا حاسه ان بشرتي كزي زجاج من لمعته، ومن الكريم اتشرف في ثانيه، وملمس الكريم على بشرتك بعد ما دهنتيه حسيت انه مدي طبقه لبشرتي فيها شد فعلا البشره. ففعلا الكريم ده كنز. لو جربتوا كريمات ايه وبراندات ايه، ومهما دفعتوا فلوس مش هيجي زي الكريم ده، وعلى ضمانتي، لان فعلا سهل بسيط، مكونات طبيعية. ده غير انه اصلا انت عارفة انت عاملاه ازاي، والاهم من ده كله ان مفيهوش اي مواد كيميكال ممكن تضر بشرتك لقدام، وكمان مش حاجات وقتية، مش مجرد ما توقفيها خلاص، لا. يعني احنا عملنا الكريم النهاردة معجزة للبشرة، في 3 مكونات سواء جيل صبار سواء زيت جوزان سواء لبان ذكر، كنز حرفيا للبشرة في الترطيب وشد البشرة والتنعيم والنضارة وإزالة التجاعيد وإزالة أي حاجة غامقة في الوش، أي آثار حبوب عندك هتروح، هيوحد لون البشرة. فعلا الكريم ده بالنسبة لي معجزة، لأنه بيعالج أي مشاكل في البشرة عندك بجد رهيب، ونتيجته من اول اسبوع، ومش هيكلفك حاجة، ومكونات كلها طبيعية، وعارفة انت عاملة ايه على ايدك في البيت، وسهل جدا وبسيط، ومش محتاج تعقيد. فجربوه، وهستنى منكم التجارب لما تعملوه وتقولولي طلع معاكم ازاي، وانا واثقة انه هيبهركم. اشوفكم فيديو جديد وهتوحشوني. باي باي.